يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بإذن الله. نبدأ هذا العرض من محافظة القاهرة وفيها درجة حرارة العظمى 37 والصغرى 27 والجو فيها حار، الإسكندرية 32 25 والجو أيضا فيها حار، في مطروح 31 25 والجو حار، في بورسعيد 35 26 والجو أيضا حار، في الإسماعيلية 39 25 والجو أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 38 درجة والصغرى 26 والجو أيضا حار، في العريش 35 24 والجو حار، وفي طابة 36 25 والجو حار، في شرم الشيخ 40 30 والجو فيها شديد الحرارة، في الغردقة 41 والصغرى 29 والجو أيضا شديد الحرارة، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 والجو شديد الحرارة، في أسوان 43 29 والجو أيضا شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 41 24 الجو شديد الحرارة، في حلايب 34 29 والجو حار، وأخيرا في شلاتين 37 30 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.